ده صوت الباركود سكانر اللي بتستخدمه في شركتك أو مصنعك. استخدامك للباركود اختصر كتير من الوقت وقلل المشاكل اللي كانت بتحصل بسبب الأخطاء البشرية، وقدر يساعدك كمان في تكوين قاعدة بيانات عن منتجاتك ومواصفاتها. لكن للأسف انت حليت نص المشكلة بس. قبل ما أقولك ازاي، هكلمك عن معادلة ناجحة بتتكون من 3 عناصر: تاجز، ريدر، سوفتوير. لو حطينا التاجز على المنتجات دي وحطينا الريدر على البوابة دي وفتحنا السوفتوير هيحصل كده، ولو حطينا التاجز على القطع دي وحطينا الريدر على كل بوابة في مراحل الانتاج هيحصل كده، ولو حطينا التاجز على المنتجات دي وحطينا ريدر جنب كل عامل هنعرف المعلومات دي بالشكل ده. ايه التكنولوجي دي؟ انا اقولك، دي تكنولوجي اسمها RFID، واللي بتقدر عن طريقها تقرأ عدد لا نهائي من المعلومات عن اي شيء عليه تاج عن طريق ريدر ممكن يتحط في اي مكان، وكل ده بيظهر على السوفتوير اللي موجود في مكتبك. تخيل التكنولوجي دي هتفيدك قد ايه؟ يعني بعد كده مش هتعمل سكان لمنتج منتج عشان تعرف معلومات عنه، وهتقدر تعرف منتجاتك في اي مرحلة انتاج دلوقتي بدون اي تدخل بشري، وهتقدر كمان تعرف انتاجية كل عامل بيشتغل معك والفرق بين انتاجيته وانتاجية غيره. ده غير الجرد المفصل اللي هيحصل لكل المنتجات اللي في المخزن بضغطة واحدة. ده غير ان RFID تكنولوجي اسرع بكتير من الباركود، ويقدر يقرا اكتر من 50 تاج في الثانيه الواحده، ومن مسافات بعيده كمان ممكن توصل ل 15 متر من غير اي اجراء مانوال. كل ده بيتم اوتوماتيكلي. عرفت ليه الباركود هو حل النص المشكله بس؟ وحتى لو ما عندكش اصلا باركود في شركتك او مصنعك تقدر تطبق RFID تكنولوجي فورا وبكل سهوله. تعال بقى نتكلم عن التاجز، لان اشكالها كتير جدا. يعني مثلا ممكن تكون ستيكر يتلزق على منتجاتك، او اي دي بتلبس، او قطعة بلاستيك بتتعلق في ميدالية، او اشكال تانية كتير. عايز اقولك كمان ان التاجز ممكن تدخل مع منتجاتك كل مراحل الانتاج الصعبة، سواء المراحل دي فيها حرارة عالية او سواء الكيماوية او غيره. طب مين اللي بيقدم الخدمة دي؟ احنا RFID EGYPT، الشركة اللي هتقدم لك كل الحلول دي واكتر بكتير. فريقنا بيدرس شركتك او مصنعك ونوع منتجاتك، وبيقدم لك الحلول المناسبة ليك مهما كانت احتياجاتك، ومهما كان نوع المنتج، ومهما كانت طبيعة عملك. وده لاننا بنعمل السوفتوير وبنجمع الهاردوير بتاعنا بنفسنا، وده بيخلينا مرنين جدا في تقديم الحلول معاك، وبنقدر نعمل كاستمايزيشن، وكمان نقدر نعمل انتجريشن ما بين سيستم الـ RFID واي سيستم بتستخدمه في شغلك. دي شركات اعتمدت علينا في تقديم RFID تكنولوجي، وقدرنا نساعدهم ونوفر لهم حلول كتير تتناسب مع نوعية عملهم. اتصل بينا دلوقتي واعرف قد ايه التكنولوجي دي ممكن تخدمك وتخلينا نشاركك نجاحك. RFID EGYPT Multifunction All-in-One.